الخير. الليله دي الرحله اللي هنعملها في الوقت المتاح لينا هي رحله طويله جدا، وتكاد تختصر هذه الرحله بالذات كفاح الشعب المصري من اجل التقدم والنهوض. تكاد تختصر هذه الرحله، رحله الكفاح هذه في تاريخ مصر المعاصر. العنوان هو قصة البرنامج النووي المصري، واخترنا له تعبير يعني توصيف مع بالنسبة لنا معقول، من الحلم للحقيقة. البرنامج النووي المصري من الحلم لبداية يعني هبوطه على أرض الواقع. من آخر مشهد من أسابيع قليلة تحديدا يوم 11 ديسمبر اللي فات ده، وقعت مصر مع روسيا الاتفاق النهائي لإنشاء محطة الطاقة النووية في الضبعة بعد عشرات السنين، من غير مبالغة عشرات السنين. الاتفاق يعني هذا التوقيع تم من الجانب المصري، وزير الكهرباء المصري ونظيره الروسي، في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. طب الرحلة بقى اللي انتهت او يعني تتوجت بهذا الاتفاق بدأت من امتى؟ اهتمام مصر بتكنولوجيا الطاقة النووية، وناس كتير الحقيقة دايما ارتباط شرطي كده في الأذهان ما بين تعبير الطاقة النووية والاستخدام العسكري للطاقة النووية، القنابل النووية. القنابل النووية يعني أحد أوجه استخدام الطاقة النووية، استخدامها في التخريب والتدمير، لكن الواقع انه التكنولوجيا النووية هي يعني الطاقة النووية استخدامها السلمي لا اول له ولا اخر، والامم الناهضة لا يمكن ان تكتمل عوامل نهوضها من غير ما يبقى لديها قدرات استخدام الطاقة النووية. والطاقة النووية دي بقى يعني هنشرحها ازاي الطاقة بتخرج، وايه حكاية يعني ايه الـ 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 الطاقة دي، العفريت ده اللي بيطلع من الذرة، مكونات اي جسم، اي مادة، اي خامة، مكوناتها الاولى الاساسية هي الذرة. حتى احنا نفسنا لينا تركيب ذري، يعني اجسامنا وجلدنا واعضائنا تركيب، فيها انسجتنا فيها تركيب ذري، كل العناصر اللي موجودة في ممكن لمسها في هذه الدنيا فيها تبدأ من الذرة وتركيبتها، وازاي بقى لما بتتفتت يطلع منها طاقة. ودلوقتي بقى في مش جديد قوي لكن ده معروف، لكن استخدامها السلمي مش موجود، في طاقة ناجمة عن الانشطار، الذرة دي تتفتت، والجديد هو الاندماج. مش جديد قوي، استخدم في القنابل الذرية لكن استخدامه السلمي لسه قدامه كتير. معلش انا بحاول افتي، ولكن دلوقتي ضيفنا هيشرح لنا مشوارنا احنا، مشوار مصر من اجل ان تتسلح بالقدرة على استخدام الطاقة النووية اساسا في السلم. دي رحلة بدأت مبكرا جدا، وبدأناها حتى مع دول هي دلوقتي مشهورة جدا في النادي النووي الأسلحة، وكمان موجودة بقوة في استخدام الطاقة الذرية في الأنشطة اللي محتاجها الحياة في السلم. احنا بدأنا من البداية الحقيقية الحقيقة، إذا كان البداية من الكادر البشري ربما قبل ثورة 23 يوليو، إنه يعني عندنا أسماء بارزة، علماء كبار من قبل ثورة 23 يوليو، عندنا الدكتور
علي مصطفى مشرفه، وعندنا الدكتور اسماعيل ادهم، وعندنا الدكتوره سميره موسى. ده من يعني دول رواد الاهتمام الاكاديمي والعلمي بالطاقه النوويه، والسلسال ده بقى من الخبرات البشريه العظيمه اصبحوا يعني الاسماء دي اصبحت بعد كده بالمئات من غير مبالغه، وربما اكثر من المئات على مدى الرحلة الطويلة اللي خدناها. لكن البداية اهتمام الدولة باستخدام الطاقة الذرية بدأ من بعد ثورة 23 يوليو، من بعدها مباشرة، لكن كان أول شكل مؤسسي لهذا الاهتمام في فبراير 1955. تم تشكيل لجنة اسمها لجنة الطاقة الذرية، كان مهمتها الأساسية وضع ملامح خطة للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وكان بيرأس هذه اللجنة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بنفسه، ونائبه ينوب عنه واحد من كبار يعني من اعضاء البارزين في مجلس قيادة الثوره وقتها، ثوره 23 يوليو 52، الراحل كمال الدين حسين. اما سكرتير اللجنه، السكرتير الفني للجنه، فكان الدكتور ابراهيم حلمي عبد الرحمن. دي امتى؟ في فبراير 55. كانت معنيه بانها تحط خطه للاستخدام، كيف تستخدم، كيف يمكن لمصر ان تستخدم الطاقة الذرية وما الذي تحتاجه. في مارس يعني بعدها بثلاث شهور كانت اللجنة وضعت الخطة فعلا. في مارس 1955 مجلس الوزراء وافق على هذه الخطة، وقرر في اجتماعه ده اللي وافق فيه انشاء مركز النظائر المشعة، هي يعني زي اللي بتستخدمها طبعا الاستخدامات الشائعة ليها في ليها استخدامات عديدة، لكن في الصحة في العلاج ده أكتر حاجة شائعة. وقرار برضو المجلس الوزراء في نفس الاجتماع في مارس 55 إنشاء مفاعل للأبحاث اللي هو بعد كده هيبقى مفاعل أنشاص ومفاعل بحثي، أول مفاعل نووي أنشئ في مصر هو مفاعل أنشاص. ده قراره صدر في مارس 55 في الاجتماع نفسه بتاع مجلس الوزراء ده. ومعمل للطبيعة النووية لكشف الخامات الذرية، الخامات المستخدمة في الطاقة الذرية الموجودة في مصر. في أكتوبر 55 برضو في نفس السنة صدر القانون رقم 509 بإنشاء اللجنة دي. بقى هي حافظت على اسمها كلجنة، لكنها خدت شكل قانوني وبشكل مؤسسي وأصبحت هيئة قائمة بذاتها، وكان أهم اختصاصاتها إعداد الكوادر البشرية والقاعدة العلمية للدخول في مجال الطاقة الذرية. 56 وقعت مصر مع الاتحاد السوفيتي وقتها اللي هو روسيا، يعني أكبر جزء فيه هو اللي بقى هو روسيا، عشان التعاون في الطاقة الذرية. فبراير 56 تم التوقيع على عقد مع الاتحاد السوفيتي للحصول على الاجهزه العلميه لمحطه انشاص اللي هتتبني بعد كده، هتتبني في هيبدا تشغيلها في 1961. 57 كان القرار الجمهوري بانشاء بتحويل اللجنه بقى من لجنه الى مؤسسه الطاقه الذريه اللي هي بعد هي دلوقتي هيئه الطاقه الذريه. وبعد كده كان في خطه وعدت ابحاث بالفعل لانشاء المحطات اللي احنا لسه هننشئها دلوقتي. ده سنه 64. في سنه 74 انشات هيئه جديده اسمها هيئه المحطات النوويه، وفي وانفصلت عن هيئه الطاقه الذريه هيئه المواد النوويه، ثم هيئه الامان النووي دي في الفينات القرن الحالي. المهم هي دي الرحلة دي عمرها أكتر من 60 سنة زي ما حضراتكم شفتوا، وانتهت بالبدء فعلا في إنشاء المحطات النووية في منطقة الضبعة. الرحلة دي بكل ما فيها يعني نقطعها مع بعض مع ضيفنا هذه الليلة، وهو واحد بقى من الكوادر الثمينة والمهمة اللي أنا أشرت إليها، علماء مصر، عقول مصر التي نستطيع بها أن نبني، أن
نستدعي الحلم ده ونحققه ونبنيه على أرض الواقع. ضيفنا الليله دي مهندس مجدي بدر الدين، النائب السابق لرئيس هيئة المحطات النووية. مع المهندس مجدي هنروح الرحلة دي، وكمان هنبدأها من انه يقول لنا ايه الطاقة النووية دي ايه بالظبط، بسرعة كده بسرعة، يعني عشان يعني ايه نبقى فاهمين، ما نبقاش الموضوع يعني بناخده من الظاهر كده، وخصوصا ان انا اشرت في البداية لانه في مرتبط في ذهن الأغلبية كبيرة من الناس انه الطاقة الذرية دي يعني القنبلة النووية بس، يعني او هي تختزل في القنبلة النووية. على العموم الحكاية كلها نتجول فيها ونسمعها من المهندس مجدي بدر الدين الرئيس نائب الرئيس السابق لهيئة المحطات النووية بعد الفاصل على طول. تحية لحضراتكم مرة تانية، وبرحب بالمهندس مجدي بدر الدين. محمد مجدي بدر الدين لازم هو مهندس مجدي بدر الدين صديق عزيز، واحنا دايما بنقول له يا مجدي، لكن هو اسمه الرسمي محمد مجدي، بس ده لوحده محمد مجدي بدر الدين نائب السابق لرئيس هيئة المحطات النووية. اهلا بيك يا باشمهندس. اهلا. هو احنا انا قلت في المقدمة، مش عارف لو كنت حضرتك سمعتها، انه ان انت هتقول لنا في البدايه بس باختصار كده هي ايه الطاقه النوويه دي، يعني بتيجي ازاي، وهي عباره عن ايه، وازاي بننتج الكهرباء منها، هي اللي بتنتج الكهرباء ولا بنستخدم الناتج بتاعها في، يعني قول لنا الحكايه. هي الطاقه النوويه لها اساليب كثيره في استخدامها، يعني احدها تفتيت الذره. احد صور استخدام الطاقه النوويه تفتيت الذرة، إطلاق نيوترون بسرعة معينة على الذرة فينتج عنه تفتيت للذرة، تفتيت للوحدة دي الذرة تفتيت للذرة وينتج عنها نيوترونات أخرى ثم يبدأ التفاعل المتسلسل، هذه النيوترونات تبتدي تفتت ذرات أخرى ويبدأ ما يسمى بالتشين رياكشن اللي هو التفاعل المتسلسل، واللي هو له تطبيقات مدنية وله تطبيقات عسكرية. احنا بنتكلم في الجانب المدني والاستخدام السلمي للطاقة النووية لصالح المجتمع. دي صورة اللي هي تفتيت الذرة، في صورة للطاقة أخرى اللي هي في صور للطاقة أخرى، الجسيمات الخارجة من الذرة بقدر أستفيد بيها في حالات علاجية وفي التشريع. لكن هو التقسيم العمومي تفتيت الذرة أو الاندماج الذري الجديد ده اللي هو تفتيت الذرة ده الانشطار، الاندماج ده موضوع تاني، موضوع قائم بذاته لكنه أحد التطبيقات أيضا. المهم إن تفتيت الذرة ده ينتج عنه تولد طاقة حرارية عالية جدا، ممكن تستخدم عسكريا وممكن تستخدم برضو سلميا. أنا ما يخصني في هذا الموضوع، لأن مفيش حد بيلم بكل شيء، أنا ما يخصني في هذا الموضوع هو كمهندس تخصصي هندسة حرارية، هو استخدام الحرارة في الناتجة من 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 هذا التفاعل المتسلسل في توليد الكهرباء. هيئة المحطات النووية انشئت من اجل هذا استخدام الحراره الناتجه. يعني ده الفرق بين هيئه المحطات ايه او ليه او بالمره هيئه المحطات النووية هي هيئه الطاقه الذريه، هيئه تستهدف توليد الكهرباء كده بس. هيئه الطاقه الذريه هي هيئه بحثيه تبحث في كل ما يخص
البحوث النووية في العلاج وفي الزراعة اللي هي الأم اللي هي الهيئة الأم اللي هي الهيئة الأم اللي بدأت لجنة دي اللي حضرتك عرضت اللي بدأت لجنة وتفرعت وبالتالي تسمى الهيئة الأم هيئة المحطات النووية زي ما أنا قلت كانت 74 كانت قسم صغير قبل كده كانت قسم في هيئة الطاقة الذرية لكنها انشأت كهيئة مستقلة في 74 مع زيارة الرئيس دستان لمصر بعد حرب أكتوبر وعرضه جسكار دستان رئيس الفرنساوي وعرضه انه ينشئ محطات نووية في مصر على الرئيس السادات وبرضه بالمرة جاي نيكسون وعرض محطات امريكية على الرئيس السادات بنفس العملية فهيئة المحطات انشئت بقى علشان تتولى هذا المشروع اللي بدأ تحت مظلة هيئة الطاقة الذرية في 64 محطة برج العرب اللي توقفت بعد 67 وكانت هتتم مع وستنجاوس الامريكيه شركه وستنجاوس الامريكيه ودي كانت صوره من صور التنوع في التعاون يعني كان التعاون اغلبه مع الاتحاد السوفيتي لكن الرئيس عبد الناصر كان له وجهه نظر انه يحصل تعاون مع الامريكان ايضا حتى يعني يحدث توازن في فاحنا بناخد الحراره ببساطه كيف كيف نقتنص الحراره اللي خارجه بشكل امن من هذا التفاعل المتسلسل هذا الانشطار ناخذ هذه الحراره ونستخدمها في محطه لتوليد الكهرباء كل محطات توليد الكهرباء التجاريه لابد من مولد للحراره داخلها اولد الحراره دي بالبترول زي ما هو قائم دلوقتي عندنا او بالغاز الطبيعي زي ما او بالفحم او بالطاقه النوويه فالتطبيق الحديث نسبيا يعني منذ بداية الخمسينات ان انا استخدم الحرارة الناتجة عن الانشطار النووي في مبنى امن تماما اللي هو مبنى المفاعل واخذ هذه الحرارة في كل محطات الكهرباء بتستخدم لتوليد البخار فانا هاخد برضو الحرارة الناتجة من الانشطار النووي استخدمها في توليد البخار وادفع بها بهذا البخار الى تربينات خاصه كانها محطه حراريه زي اللي احنا كانها محطه حراريه ملحقه عاديه زي اللي الموجوده دلوقتي بس مع تغييرات في التصميم مع بعض التغييرات تغييرات اساسيه في التصميم يعني باخد هذه هذا البخار المولد داخل المفاعل واستخدمه في تشغيل المحطه الحراريه الملحقه بجانب الملاصقه للمفاعل هو كلهم على بعض اسميهم المحطه لكن الجزء المفاعل ده بسميه نيوكلير ايلاند الجزيره النوويه والجزء التقليدي بسميه الدائره الثانويه الدائره الاوليه والدائره الثانويه طب احنا عندنا حاجه تشرحها لنا هي على لا انا كنت عايز ارجع لصوره سابقه على هذا اللي هي معدل نصيب الفرد من الكهرباء العالمي معدل نصيب الفرد نصيب الفرد من معدلات انصبه الفرد من الطاقه احنا هنا بنولد في من مصر الكهرباء احنا هنا داخلين في مشكله تطوير الشبكه الكهربائيه وبنولد بالمحطات التقليديه وعايزين نولد بالطاقه النوويه لهدف التنميه لو احنا شفنا هذه الارقام المزعجه اما يكون متوسط استهلاك الفرد في النرويج في السنة 23 ونصيبه من نصيبه انتاج من الكهرباء 23 الف كيلو وات ساعة في السنة و في السويد 13 الف نصل في السودان الى 190 وفي مصر 1660 لسه الجاب كبير المتوسط في اوروبا تقريبا حوالي 5000 6000 متوسط في اوروبا عشان نكون دوله فيها تنميه وعشان نكون ده 1660 احنا اوكي يعني في اتجاه الهند 800 برغم انها دوله صناعيه لان عدد السكان الضخم ما بي برضو عامل مشكله كبيره الهند 800 الصين 3000 دلوقتي برغم ان هي اكبر دوله مولده للكهرباء في العالم الصين لكنها لما بيقسم على عدد السكان بيطلع النصيب 800 المتوسط حين انها في السويد 15000 وفي النرويج 23000 وفي ايسلندا 52000 طبعا عدد السكان في ايسلندا اكيد قد كده وبيستخدموا الكهرباء استخدام مكثف في التدفئه في بس هي دوله ويل ديفلوبد يعني دوله
حصل فيها تنميه كويسه يعني دوله صناعيه يعني فهذا هذه الارقام تثبت مدى الحاجه لان احنا نخوض معركه توليد الطاقه بكل جديه وان يكون عندنا انرجي ميكس يعني خليط الطاقه خليط الطاقه يعني ايه يعني ما يكونش كل الطاقه بولدها مثلا هيدروليكيا من السد العالي ما ينفعش كل الطاقه تولد من الغاز الطبيعي ما ينفعش كل الطاقه تولد من النووي لازم يبقى في ميكس خليط خليط لصالح تنويع مصادر الـ 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 الطاقه لصالح الامن القومي ان يكون عندي بدائل دايما. طب كويس انت بقى فتحتنا الحكايه دي في اراء بتقول احنا يا جماعه اتاخرنا قوي في تحقيق في بناء المحطات النوويه وبرنامجنا النووي تاخر جدا دلوقتي احنا بقينا كاننا بنحج والناس راجعه هل ده صحيح واننا نستطيع اننا بالاستثمارات الكبيره اللي هنحطها دي لا نحطها في مصادر للطاقه البديله والنظيفه هو يعني. هو 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 مع ادخال الطاقه النوويه كتكنولوجيا في مصر وربطها بالصناعه المصريه نعم دي معركه تنميه يعني الموضوع مش بس طاقة لا مش كهربا. بس كهرباء الموضوع لا يجب ان ينظر اليه على انه كهرباء وارجو ان احنا في مصر ندرس جيدا جدا التجربة التنمية في كوريا الجنوبية وان التنمية في كوريا الجنوبية والتصنيع قام على المشروع النووي الكوري اللي بدأ في اواخر الستينات المحطة الاولى افتتحت اعتقد في 71 ثم بدأت مرحلة ده في كوريا الجنوبية في كوريا الجنوبية بدأت بدأوا معركة جادة زيادة المكون المحلي من محطة لمحطة في المحطة الأولى هي تسليم مفتاح ما شاركوش بأي شيء ثم في المحطة الثانية تولوا المانجمنت بتاع المشروع إدارة المشروع دي عملية مش بسيطة ثم بدأوا هما الآن يبنون محطات نووية تصميم وصناعة كورية كاملة 100% 100% فاذا الصناعه الكوريه قامت فانا كيف السد العالي قدر يعمل لوكاليزيشن وزياده مكون محلي في قطاعات الهندسه المدنيه والميكانيكيه والكهربائيه وانشئت عشرات الشركات التي تعمل في السد العالي واصبح بعدها الاقتصاد المصري قادر على دخول عمليات تنميه في تطبيقات قريبه من تطبيقات السد العالي في الكباري وفي الطرق وفي السدود وفي بقدرات مصرية بعد التجربة بتاعت السد بعد تجربة المدرسة السد. اللي عملها مدرسة السد العالي فلابد ان يكون انظر الى المشروع النووي بنفس النظرة كويس جدا ان الدولة اقدمت وانا متأكد ان كان هناك عوائق كبيرة وانا احساسي الشخصي كفرد مجرد احساس ان كان هناك تحالف دولي غير سعيد للتعويق غير سعيد بان احنا ننشئ مشروع نووي باننا ننشئ مشروع نووي بشكل عام ولا اننا نروح ناخده من روسيا الاثنين انا سعيد جدا ان الدوله استطاعت انها تقف صامده في هذا المجال وكما قررت الدوله ان تنفذ وهي بدات في التنفيذ هذا يحسب لصالح الدوله فلابد ان نستكمل بقى المعركه بشكلها الصحيح والا نكون مكان فقط لاستضافه محطه نوويه ما احناش مكان استضافه مش مجرد توليد كهرباء توليد الكهرباء سهل ولو بدائل كثيره وبالمناسبه في محطات نوويه عائمه وبعض الدول تستطيع ان تعرض عائمه تجي لك في مركب وتقف قدام الساحل وتديك الكابل يديك كهرباء ما عادش حاجه جيني جاهزه وكل حاجه لا لابد ان نخوض هذه المعركه ونعمل توطين للتكنولوجيا النوويه التكنولوجيا النوويه دي ستنعكس ايجابا على كل الصناعه المصريه الناس مش مدركه هذا الموضوع ستنعكس ايجابا على الصناعات الميكانيكيه والصناعات الكهربائيه وصناعات المعلومات وهتحدث قفزه كبيره وانا مش عايز اتكلم على المجالات اللي التكنولوجيا النوويه تفيد فيها الصناعه المصريه لكن هي مجالات كثيره جدا وقادره على الدفع بالبلد قدام ومصر كدوله فيها احتياطي بشري واعد جدا فيها مئات الالاف من الخبرات في مجالات الهندسة والعلوم وفي كل المجالات جدير بيها انها لا تكون مجرد مستخدم للطاقة النووية نحن لسنا اقل من دول ده كلام مهم جدا في هذه المرحلة نحن لسنا اقل من كوريا الجنوبية
نحن لسنا اقل من تركيا، تركيا الان تبني المحطه الرابعه او الخامسه، ولسنا اقل من ايران، ولسنا اقل من كل الدول اللي في نفس المستوى، ويجب ان نصل الى مستوى اعلى من هذا ونتحول الى مستوى اعلى من هذا. طب يا باشمهندس انا عايز استاذنك في فاصل صغير كده ونرجع نكمل، لانه في كلام مهم جدا ترتيبا على ما تفضلت به حالا من معلومات ورؤية ضروري ان احنا نكمل فيها. خلينا نطلع الفاصل ونرجع مرة تانية نكمل حوارنا مع مهندس محمد مهدي بدر الدين. بكرر تحية لحضراتكم مرة تانية وباشمهندس. إذن خلاصة ما تفضلت بيه قبل ما نطلع الفاصل ان احنا ما بنحجش والناس راجعة ولا حاجة، واننا نحتاج فعلا وفي كل اوجه الحياة لاستخدام الطاقة الذرية. لكن قبل ما عدي بدليل ان في 60 مفاعل تحت البنى النهاردة في الدول الكبرى، 60 مفاعل تحت البنى، يعني مش غير ولا حاجة، غير 451 مفاعل شغالين. الولايات المتحدة فيها 4 مفاعلات بتتبني، الصين فيها 20 مفاعل تحت البنى بيتبنوا، 20 مفاعل تحت البنى. الهند فيها 5 مفاعلات. ايه اكتر دولة بتستخدم الطاقة الذرية في انتاج الكهرباء؟ اكبر دولة كميا الولايات المتحدة، لكن مئويا فرنسا 73% من الكهرباء في فرنسا مولدة من الطاقة النووية، من الطاقة النووية. بلجيكا 51% أيوه. طيب في من خلينا يعني اشتغل برضو محامي الشيطان شوية، في اراء بتقول لا المبلغ ضخم جدا اللي هيدفع في المحطات النووية، كم محطة هتتبني على ارض الضبعة؟ العقد الحالي 4 محطات، لكن المكان يسع اكثر من كده، انه ده 26 او 27 مليار دولار، لا ده مبلغ كبير، وانه من الجدوال الاقتصادية في انتاج الكهرباء لا مش، هل ده صحيح؟ لا ده مش صحيح، لان هي في النهاية السعر بيتحسب الكيلو وات بيتكلف كام، فسعر الكيلو وات نووي في حدود 5000 دولار، وده السعر العالمي، وهو منافس لبقية الاسعار الاخرى، مع عدم وجود العيوب اللي موجودة انا هقول لحضرتك. اتفضل. المحطة النووية اللي 1000 ميجا وات، اللي في زيها فحم وفي زيها غاز طبيعي، بتستهلك لها حوالي يعني جواها حوالي 160 طن وقود. 160 طن وقود. بيتغيروا على مدى 4 سنوات يعني 160 حسب التصميم يعني. يماثلهم في محطة اللي بتستهلك البترول 13.7 مليون برميل في السنة. 13.7 مليون برميل في السنة مع كل المشاكل بقى اللوجستية مفهوم والتخزين والنقل وكل ده. مشكلة أكبر الفحم. 3.4 مليون طن فحم للمحطة الموازية للمحطة النووية اللي بتنتج نفس القدرة بتاعتها، نفس الطاقة. 3.4 مليون طن فحم ينزلوا في المينا، واعمل لهم مينا مخصوصة، واعمل لهم قطر ينقلهم كل يوم حوالي 100 عربية. التلوث يتم قبل حرق الفحم في الجو، وبعد حرق الفحم كل جرام كربون 4 جرام ثاني أكسيد كربون برميهم في الجو. ده غير ده الاضرار البيئيه، اضرار بيئيه غير ثاني اكسيد الكربون. اضرار البيئيه دي انا بدفع فيها فلوس على طبعا ضريبه الكربون ومش عارف ايه زياده عن حجم معين لازم ادفع فلوس للدوله عشان تنقي الجو وحاجات زي دي. الغاز الطبيعي 65 بليون ادم مكعب غاز 65 طبيعي. مليار ادم مكعب غاز طبيعي، غاز طبيعي عشان تنتج نفس اللي هتنتجه المحطه. ادي نموذج. ده ايه بقى ده؟ ده نموذج صغير لقرص الوقود النووي اللي انت بتحط صباعك عليه، ده صغير الكاميرا عليه. قرص الوقود النووي. الوقود النووي بيوجد داخل قلب المفاعل. ده قرص وقود نووي، ده قرص فعلا وقود نووي. نموذج يعني. نموذج. انا خفت لا ينفجر فينا. لا ما بينفجر. قرص وقود نووي. ده بالحجم النووي. ده. بالحجم ده. الوقود النووي بيوضع داخل المفاعل. يا جماعة انتوا جايبين اللي بيشاور عليه بصباعه وحط على صباعك عليها يا باشمهندس. ده. البتاع الصغير قوي ده، ما انا هقول لحضرتك بيتحط ازاي. ده هو قطب، هي مواسير من
سبيكة معينة يوضع داخلها هذه الأقراص فوق بعضها وتكون مع بعضها مئات الآلاف بقى يعني مئات الآلاف وتكون مع بعضها خلايا بتكون موجودة داخل قلب المفاعل وبيتم تنظيمها بطريقة معينة وبتنتج مع بعضها الحرارة اللي أنا محتاجها. لكن أنا عايز أقول لحضرتك عشان تعرف الفرق اللوجيستي في الوقود بالنسبة للمحطة النووية والمحطات الأخرى إن هذا القرص هذا القرص يولد ما يوازي 1000 رطل من الفحم. 1000 رطل يعني الفحم يولد حرارة توازي احتاج علشان اعمل زي من الفحم اجيب 1000 رطل من الفحم عشان البتاع الصغيرة دي. عشان كده انت في محطة الفحم بتستهلك 3.4 مليون طن عشان في محطة 1000 ميجا وات 3.4 مليون طن. طب متوسط عمر في المقارنة برضو متوسط عمر المحطة الحرارية العادية اللي بتنتج كهرباء مع متوسط عمر المحطة. هو الحقيقة حصل ارتفاع مع تقدم التكنولوجيا في كل أعمار المحطات. الجيل الثالث من المفاعلات النووية اللي احنا ان شاء الله اللي بينتمي اليه المفاعل المحطه الروسيه اللي جايه دي الجيل الثالث اللي هو احدث تكنولوجيا متاحه الان بيصل بعمر المفاعل الى 100 سنه. 100 سنه بيبدا ب 60 ومع التحديثات بيوصل ل 100. المحطه الحراريه بقى متوسط عمرها قد ايه؟ برضه دلوقتي في حدود ال 60 في حدود ال 60 كون ان انا اعمل محطه اقدر اوصل كمتوسط بعمرها الى 80 سنة ده شيء مجزي اقتصاديا لانها كل ما يطول عمرها كل ما باخد منها يعني كهرباء اكتر انا فيها استثمارات بحط كل ما وكل ما تولد كهرباء اكتر كل ما سعر الكهرباء المولدة لما لان انا بقسم التكلفة الكلية على كل الكهرباء اللي تولدت في الثمانين سنة يبقى سعر الكيلوات بينزل. يعني اذا انت بتاكد لنا انه انتاج الكهرباء حتى هذه اللحظه انتاج الكهرباء من المفاعلات النوويه ارخص وانظف من الناحيه البيئيه طبعا وانظف انظف دي معناها ارخص برضو برضو معناها ارخص طبعا من الانتاج من المحطات الحراريه العاديه اللي بالبترول او بالغاز او بالفحم. فاذا احنا لا ما دخلناش في خطا اقتصادي لكن دخلنا في فضيله تكنولوجيه اللي هتنعكس زي ما انت شرحت هتنعكس على تطور في الصناعه المصريه على التطور العام وتنعكس على زياده الامن القومي لان انا لما يكون عندي خليط للطاقه من انواع مختلفه ده اللي بتعمله كل دول العالم ما بعتمدش على نوع واحد يبقى انا بامن الاقتصاد الوطني بتاعي في حاله حدوث دروب في اي حاجه منهم عندي تكنولوجيات اخرى شغاله وبس. طيب باشمهندس في حاجه في كلام بيتقال برضه اسمح لي اضيف حاجه صغيره معلش ان تطوير قدره الصناعه المصريه على المساهمه في تصنيع مكونات المحطات في تشابه كبير في اجزاء كثيره مع المحطه التقليديه اللي هي بالغاز وبالبترول وبالفحم. ووزاره الكهرباء في بدايه التسعينات كان عندها مشروع تصنيع مكونات المحطات النووية والتقليدية مع بعض. يعني عايز اقول ان التقدم ده يشمل التقدم في مجال تصنيع المحطات الحرارية الاخرى ايضا. يعني احنا مش مفروض هنتقدم في النووي فقط احنا النهضة في الصناعة المصرية هيبقى في كل المجالات بما فيها على كل قطاع الطاقة. يعني هنا طبعا يحضرنا المثال الخطير للأسف المأساة اللي حصلت بتصفية بيع وتصفية شركة المراجل البخارية اللي اتعملت في نهاية خمسينات القرن الماضي. شركة المراجل البخارية كانت أحد الشركات المشاركة في مشروع التصنيع المحلي اللي قامت اللي عملته وزارة الكهرباء في بداية التسعينات قبل بيعها. كانت مشاركة وكانت من الشركات الواعدة في تصنيع الغليات. لكن اتباعت في التسعينات بثلاث تعريفة وخلاص. طيب يعني اذا انت شايف انه احنا ضروري ما نبقاش مجرد مستضيفين لمحطه الطاقه النوويه حتى تتعمم فائدتها على كل مجمل الاقتصاد الوطني وقدرتنا على النهوض وعلى امتلاك ادواتنا بايدينا. وكمان بتؤكد لنا انها حتى من الناحيه الاقتصاديه هي المباشره الاقتصادي المباشر هي مجزية من الناحية الاقتصادية وانها انتاجها من الكهرباء عمليا لما ندخل كل الاعتبارات بالك ان القرض بفايدة 3% دي منخفضة جدا يعني
طبعا ده قرض حكومي بفايده 3%. بفايده وعلى فكره سعر الخصم الفوائد بتحدد في النهايه الفيزيبيليتي بتاعه التكنولوجيا اللي انا بستخدمها. يعني ما بيجوا يحسبوا الاسعار وكل وات هيطلع في الاخر بكام، بيقولوا لو المحطه دي منشاه بقرض ب 3% هيبقى سعر الكهرباء بتاعتها كذا، لو منشاه بقرض بفوائد واظن في فتره سماح كمان او فتره سماح لغايه الانشاء لغايه ما يخلص الانشاء وتبتدي التوليد التجاري، لو منشاه بقرض 7% هيبقى سعر الكهرباء بتاعها كذا، لو منشاه بقرض 10% هيبقى سعر القرض بتاعها كذا. فاحنا حظنا جيد في ان احنا هذا تعامل حكومي كامل ما بين الحكومه المصريه والحكومه الروسيه والقرض بفايده 3% ده اقل قرض ممكن تحصل عليه، وده هيخلي سعر الكهرباء في قدرتنا على ان احنا نسدد فيما بعد يعني من عائد بيع من عائد بيع وانتاج بيع هذه المحطات بيع انتاجها وبيع منتجها من الكهرباء. طيب لكن في كمان برضو نكمل كلام قوي جدا انه يا جماعة احنا قدرتنا على مراقبة الامان محدودة، والكوارث اللي حصلت في بلدان اكثر تقدما مننا تقول اننا لازم نبقى يعني نتردد شوية. احنا ترددنا كتير الحقيقة في اننا نخش مجال الانتاج الطاقة النووي، حصل في تشيرنوبل، حصل قبليه في مفاعل في امريكا وبعض المفاعل يعني دول هي ثلاث حوادث كبيره عشان ما نكبرش الموضوع. سري مايل ايلاند في الولايات المتحده اظن في 78 تشيرنوبل في 86 وفوكوشيما في 2011، وكل واحد فيهم الدروس المستفاده منه واضحه، وكان هناك اخطاء بشريه وعيوب لم يتم التعامل معها بالمطلوب بالطريقه المطلوبه في المعايير القياسيه لاستخدام الطاقه النوويه. يعني المعايير القياسيه لاستخدام الطاقه النوويه والامان النووي واضحه، كون ان جهه معينه لا تطبقها بشكل صحيح ده ليس عيب في الهندسه المستخدمه ولا في التكنولوجيا المستخدمه، ولكن عيب في اداره هذه المشروعات. يعني مثلا المحطه يعني هو يعني انت عايز تقول بالظبط يا باشمهندس كاننا مش لانه حصلت حادثه سقوط طياره او حوادث سقوط الطيارات نبطل نركب طيارات، لكن او قطر مفاعل فوكوشيما الياباني كان فاضله سنتين ويتكهن، واقترحت اللجان اللي بتراجعه فنيا تعديلات، وقالوا خلاص بقى ما دام فاضله سنتين نكمل بيها كده، اللي هي تعديلات تمكنه من التعامل مع التسونامي مع موجات المحيط. وكان في نهايه الستينات لما انشئ التسونامي ليس محل اهتمام ولا نظر، فمحطة الكهرباء الاحتياطية المسؤولة عن تبريد المفاعل اللي كانت في مفاعل فوكوشيما كانت على مستوى سطح البحر، فلما جه تسونامي غرقها فلما المفاعل وقف بشكل سليم السيف شوت داون بتاعه او الوقوف النظام الامان بتاعه تم اشتغل ولم يتأثر بالزلزال، لكن اللي حصل لما وقف بشكل سليم كان المفروض. طب احنا عندنا حاجه اسمها دي جديده كانت موجوده زي ما حضرتك تفضلت وقلت في تابعه لهيئه الطاقه الذريه اللي هي دلوقتي هيئه الامان النووي. هيئه الامان النووي تتبع رئيس الوزراء الان وبقت مستقله تماما واعلى من الهيئات النوويه الاخرى، لانها وظيفتها مراقبه الامان، وظيفتها اصدار التراخيص وسحبها كمان، يعني طبعا سلطتها انها تسحب التراخيص. اذا لا يمكن السماح بموقع الا بعد اصدار السماح به الاول الترخيص، لا يمكن السماح ببدء الانشاء الا بعد البرميشن من هيئه الامان هيئه الرقابه النوويه. اثناء البناء والتصميم كل خطوه بتتم تحت مراقبه هيئه الرقابه حسب النووية. حسب المعايير الدوليه ثم رخصه التشغيل التي تجدد كل سنه كل سنه تصدر من هيئه الرقابه النوويه. فاذا هيئه الرقابه النوويه دي هي عين الدوله المصريه على المشروع النووي، وعين الشعب المصري، هي مفوضه من الشعب المصري، تشبه كده النيابه العامه. النيابه العامه هي عين الشعب المصري على الجرائم، وكذلك تشبه البنك المركزي الذي يراقب اداء البنوك، وتشبه تشبه الحكم المحلي الذي يصدر تراخيص البنى لا بس يا رب ما تبقاش زيه، لا تشبه بس النظريه
طيب باشمهندس انا بشكرك جدا جدا، للاسف الوقت خلص، ورغم انه على جفاف الموضوع واهميته، لكن الحقيقه انه كان عرض ممتع جدا. في شويه توصيات بس سريعه في نص للاسف الوقت خلص، بس اظن التوصيات بتاعتك كانت في سياق الكلام اللي انت قلته، ضرورة ان احنا ما نبقاش مجرد بنوظف اهتمام بالوارد البشرية في هذا المشروع. هو كان واضح بشكل علمي جدا. اتنين، تطوير هيئة هيقفلوا علينا، تطوير هيئة الرقابة النووية. تلاتة، خطة قومية لإنشاء المحطات النووية. بشكرك جدا يا باشمهندس مهندس مجدي بدر الدين، وحتى نلتقي بكل خير. مساء الخير.